انت عندك احداث. لا وهلا يا زينب اكيد حنبلش بفقرتنا الاولى لليوم. شو هي؟ اكيد احداث كثيره صارت سمر بمثل هذا اليوم، وخلينا نروح ونشوف كمان ونحكي بعد ما شفنا التقرير. ننتقل لضيفتنا الاولى. كثير من الاسئله عم تدور بالاذهان وخاصه الاهل بهي الفتره والحاله الاستثنائيه اللي عم نعيشها حول دخول الطفل للروضه طبعا، وخاصه الاعمار الصغيره اللي هي بتشكل يعني شوي نقطه ضعف عند الاهل وصعوبه. عم تتناقض اراء المحيطين تدخل بدوامة التفكير إذا كان دخول الطفل لازم يتم بوقت مبكر من العمر أو متأخر، لنعرف كل هالتفاصيل. العمر المناسب لدخول الطفل للروضة وخاصة بهذه الحالة الاستثنائية وخوف الأهل وكيف بيتعاملوا مع الطفل عند دخوله الروضة لأول مرة، رح نحكي عن هالموضوع مع الأخصائية الاجتماعية رولا بريمو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية كل الأهالي بيحتاروا امتى العمر المناسب ليدخل ابنهم الروضه، برايك صحيح. شو هو العمر مشان كل الاهالي يعرفوا ما عاد يحتاروا بهذا السؤال؟ تمام. هلا لحتى نعرف العمر المناسب لازم نعرف نقطتين كثير مهمين. اول شيء انه الطفل لل 24 شهر بحس انه هو ملتصق تماما بوالدته، يعني الطفل بعد الولاده ليصير عمره سنتين بحس انه هو جزء من الام عاطفيا ونفسيا. لذلك اغلب علماء التربيه بيقولوا انه المفروض لبعد السنتين نفكر، الا طبعا بظروف اضطراريه. وهذا الشيء بيخلينا كمان نقول شغله ثانيه، انه ما في شيء ثوابت، طالما الشغله متعلقه بالانسان فبتتعلق كمان بالمكان، بالبيئه، بالظروف، يعني لها كثير شغلات مهمه كلياتها تجتمع لحتى تقول امتى، بس مو قبل السنتين الا اذا الام موظفه. نعم، يعني بيختلف يمكن شخصيه الطفل من طفل لاخر عن صحيح. تقبل الروضه، يعني في كثير اولاد بنشوفهم عم يبكوا ما بدهم يفوتوا، في اولاد بتلاقيهم ما احلاهم دغري انسجموا. تمام، يعني هي بتتعلق بمدى تعلق الطفل باهله، مدى تقبل الاهل، يعني بالحقيقه ما كثير انا باكد على اختلاف من طفل ثاني بقدر ما باكد على تقبل الاهل، يعني الام اللي رايحه على الروضه وحامله ابنها وهي كثير خايفه، فهذا الشعور هو وصله، يعني هلا تخيلي حضرتك انه رايحه على مكان ما بتعرفي عنه شيء، واللي اخذك لهذا المكان كان عنده احساس بالخوف، فهذا الخوف رح ينتقل لحضرتك ورح تحسي انك رايحه على مكان بخوف، هذا تماما شعور الطفل، يعني وقت الام تكون محضرته نفسيا ورايحين احنا لمحل حلو، غالبا الام بتبكي وقت بتجيب طفله اول مره، وهذا حقها، يعني هي عم تنفصل لاول مره عن ابنها، بس هي الام لازم يكون اكثر قدرانه تضبط اعصابها، ما تحسس الطفل، طبعا الام والاب، لانه هو الافضل انه يروحوا سوا، فوقت اللي هن بيضبطوا نفسهم بتوصلهم صورة إيجابية عن الروضة، وقت هن بيكونوا خايفين كمان الطفل بده يخاف. نعم. أكيد، بما أنه عم نحكي على صورة إيجابية أو سلبية، خلينا نحكي عن سلبيات وإيجابيات دخول الروضة، برأيك شو هي؟ هلا بالنسبه للايجابيات بالحقيقه الايجابيات كثير كثيره، لانه نحن مهما كانت درجه ثقافتنا بس بالثقافه التربويه اذا ما كنا اختصاصيين ففي كثير شغلات ما بنعرفها. هلا اذا تجاوزنا اول سنتين وقلنا اذا الام ما أنا مضطره ما تحط، إذا بعد السنتين العمر الذهبي للطفل هو من 24 ل 36 شهر، بهذا العمر الطفل كثير بيكون مختلف. بعد ال 24 شهر وقت الطفل ببلش بينفصل عن أمه، ببلش بيكون شخصيته، استقلاليته، ببلش بيقول لا، ببلش بيتمرد، فهدول كل الشغلات وقت اللي بيكون في مساعدة مع الروضة بتطلع شخصيته أقوى، يعني تخيلي الطفل وقت اللي كل نهار عم بيقول لأمه لا وما بدي، فهي واحد من امرين، يا بدها تلبي له طلبه لحتى تخلص من النا، يا بدها تعيط او لا سمح الله انه تضربه، والحلين هن غلط. بينما وقت يروح الطفل على الروضه عم يختلف بقى علاقاته الاجتماعيه، وقت بيتمرد على رفقاته رح يكون لهم رد كمان لإله هو، فهو بيتعلم كيف يأقلم حاله، امتى يقول لا وامتى ما يقول لا، بيتحول التمرد لتمرد ايجابي، بيكون في تكوين للشخصيه. نعم. هلا هي بالنسبه للشخصيه الاجتماعيه، اما بالنسبه للمهارات ففعلا كمان من ال 24 شهر ل 36 كثير وقت مهم، لانه كل شيء بينعطى بالروضه بيكون بشكل محسوس، يعني وقت اللي بتعطيه المفاهيم، الالوان، الارقام، اي شيء، مو حفظ،
ما هو بصم، هو عم تعطيه المفاهيم تبع هالشغلات. هلأ بالبيت بتقلي له أصفر، بتقلي له يلو، بتقلي له جون، بس المفهوم ما فيك تعطيه إلا إذا كنت اختصاصية. فبتنعطى بطريقة، إذا أنا تجاوزت 36 شهر وما حطيته، حطيته بعد 36، هلأ بالفئة الثانية بتبلش التعامل مع المجردات، ما منعود نحن منشرح الأمور بشكل محسوس، فأنا ما فيني أعوض له هي المرحلة، فأنا تجاوزت نوع من المهارات اللي هي رح يضل مستقبلا فعلا إنه هي أضعف من غيره. هلأ هي مو أنا عم بشجع، بس أنا عم بحكي واقع، عرفتي كيف؟ لأنه كل فئة عمرية، لأن إحنا بنقول بالعامي إنه شو عم يتعلم الولد؟ لا، هو عم يتعلم كتير شغلات، عم بيبني شخصيته اجتماعيا، عم بياخد معلومات، كفاءاته كتير عم تصير أفضل، لأنه في أنشطة كتير مهمة عم بتصير. نعم. طيب يمكن كمان في كتير من الولاد وخاصة بهي السنة تأخروا حتى فاتوا على الروضة، أو صح. أو مثلا من هذيك السنة مثلا ما فوتون أهلهم، هالسنة كمان بسبب الظروف تأخروا حتى التحقوا بالروضات. هذا الشيء بيصير بسبب صعوبة عند الأطفال بالانسجام مع البيئة. عن جد عم بيصير. يعني الأطفال اللي عم يجونا أول شيء أغلب الوقت كان عم يتمضى يا على التلفزيون يا على الموبايل، فعن جد في أطفال عم يجوا اشتباه طيف وهن ما عندهم طيف توحد، تمام. بس تواصلهم مع المجتمع مع الآخر كتير ضعيف، بيخافوا التأخر بالنطق، لأنه الأم قد ما حكت بالبيت قد ما حكوا، مو مثل وقت بالمدرسة هن كل شوي عندهم نشاط. فهو فعلا يعني أنا بعذر الأمهات وبقدر خوفهم، بس يعني في شيء نعمل توازي، يعني إنه مثلا نتأكد من المكان اللي نحن بنحط ابننا فيه، نكون عم نتابع هذا المكان، يكون هل المكان بيستحق إني أنا جازف بموضوع الكورونا وآخذ ابني؟ هي أكيد. هي الفكرة. في كثير من الأمهات بيقولوا أنا قاعدة بالبيت ما بشتغل، ليش لا أبعت ابني على الروضة؟ وهذا الشيء مثل ما حكت زينب بيزيد التعلق بالأهل، كيف نحن ممكن نخلي الأطفال يندمجوا مع أطفال آخرين؟ يعني إذا طلعتوا برا البيت ما يكون كتير متعلق فيها، وين ما تتحرك يتحرك معه، كيف شو هي الإجراءات لازم تتخذها الأم بهيك حالة؟ هو الاندماج، يعني الأم يلي لسه قناعاتها إنه أنا ما بدي حطه بالروضة، أنا بدي أعطيه حنية، هي فعلا للسنتين بتعطيه شيء ما حدا بيقدر يعطيها، بس بعد الطفل وشخصية الإنسان ما بتربى بس بالحنية، يعني نحن وقت بنعرف إنه 90% من شخصية الإنسان بتتكون بأول 6 سنين من عمره، بنعرف إنه التأخر الاجتماعي وقت اللي بيقعد الطفل بالبيت ما بيتعوض مستقبلا، بيبقى الطفل خويف. هلأ في عنا حلول، مثلا هي الحدائق العامة، الحدائق العامة حل كتير حلو للأطفال، لأنه بيكون في مجموعة أطفال، مجموعة أمهات، هنن عم يديروا بالهم على بعضهم، هواء طلق، عم يستنشق هواء، وممكن إنه يبلش علاقاته إذا هي ما عندها قناعة أبدا إنه تحطه بروضة. يعني في حلول انه نحن ندمج، بس هون في ملاحظه مهمه انه طالما الام موجوده مع الابن فهو عنده سند وظهر، يعني حتى الطفل بالحديقه ممكن يهجم على طفل ثاني ويضربه لانه عارفان انه ماميته موجوده، بس هذا التصرف ما بيعمله بالروضه لانه ما في عنده حدا يسنده، فهو فعلا الشخصيه الحقيقيه بتتكون بالروضه مو باي مكان الاهل موجودين فيه. طب كان هلا بعض الاهالي عايشين تردد انه ابعت ابني على الروضه او ما ابعت ابني على الروضه، خلينا نحكي شوي عن نصيحه هيك بتقدميها وتوجهيها لكل الامهات اللي خايفه تبعت اولادها. هلا انا بالحقيقه مع انه ينبعت الطفل، ومع ذلك بحترم خوف الام، لانه الشيء اللي عم بيصير يعني فعلا ظرف طارئ، فالنصيحه انه هي تاخذ كل الاجراءات، تعود ابنها انه نحن تصير هالاجراءات ثقافه حياتنا، وتتاكد من المكان اللي بدها تحط ابنها فيه. نعم. اكيد. برايك الطفل من وين بياخذ معلومته اكثر؟ يعني من جو عائلته، من اهله، من ابوه وامه واخواته، ولا من الاجواء التربويه برايك؟ هلا المعلومه بتصل للطفل من الشيء اللي بيشوفه، مو من الشيء اللي بيسمعه، يعني نحن ما بدنا نقول له ضب اغراضك ضب اغراضك ضب اغراضك، نحن بدنا نمسك ايده ونضب الاغراض سوا نحن وياه لحتى يتعود. فالطفل بيتعلم من اي شيء، يعني بيتعلم وهو ماشي بالطريق، بيتعلم من البيت، من المدرسه، من كل شيء، بس تكوين شخصيته واستقلاليته بتصير اكثر بالمدرسه لانه هو بعيد عن اهله. تمام. في بعض النساء اللي ما لهم عاملات قاعدين بالبيت ربات منزل، بتقول لك إذا أنا قاعدة
قاعده بالبيت، ليش بدي ابعت ابني على الروضه مثلا؟ مثلا صح. كمان هي الحاله اللي بتعيشها كل ام انه بتحس بحضنها امان اكثر، قد ايه صحيحه او مش صحيحه؟ هلا لحد ما يعني برجع بكرر انه لل 24 شهر صحيحه، بس بعدين بكل مراحل حياتنا ما في حدا بيخاف علينا قد امنا وابونا، يعني فعلا. بس ما بتربى شخصيتنا اذا نحن بدنا نضل دائما محاطين بهي الاهتمام تبع الام. وبعدين حتى ولو الام قاعده بالبيت، انا واثقه انها ما رح تقعد من التسعه للوحده ونص سنتين هي عم تلعب معه، عرفتي كيف؟ فهي تماما رح تقدم كل واجبات الاكل والتغسيل وكذا، وممكن تمرق ساعه او ساعه ونص او ساعتين باحسن احوال، بس هي بباقي الوقت رح تكون مشغوله بشيء ثاني. فبدل ما انا اقول انا قاعده خليه، لا، انا بحطه بمكان فعلا تزيد مهاراته وتعطي علاقات اجتماعيه مهمه. اكيد نعم. مثل ما عم نشوف كنا بوسائل التواصل الاجتماعي كل الامهات صارت تنصح بعضها فعلا. يعني ما حدا عم بيروح عند اختصاصي، عم يسال حدا مختص بهي القصه، عم يسالوا بعضهم ويستشيروا بعضهم وياخذوا قرارات على هذا الاساس. خلينا نحكي عن هذا الموضوع ونسلط الضوء قديش هو مهم. عن جد شكرا على هذا السؤال، لانه وسائل التواصل والجروبات تبع الامهات عم تنعطى معلومات مانا طبيعيه، وبعدين في جزم، يعني دائما بيجزموا بالموضوع، يعني تجربه فرديه ما فيك تعمميها، هي طبعا. اول نقطه. ثاني شيء، ما فيك تنصحي بشغله بجوز تجربتك يعني ما بتناسب تجربه حدا ثاني. كثير في جزم بالموضوع، كثير في تنمر بشكل كامل. يعني هلا صار لهم اكثر من شهرين بكل الجروبات تنمر على المدارس سواء خاصه او حكوميه، ما في شيء عاجبهم. يعني امبارح يا امهات لا تبعتوا الاولاد لكم تسكروا المدارس، وهي منزله خبر انه في صف وحيد بمدرسه حكوميه شكوا بطفله، فهن سكروا هذا الصف حصريا وعملوا كل الاجراءات المناسبه. فهي منزله الخبر انه بلشت تسكرت اول مدرسه، يعني كثير فيها مبالغه، يعني عملت تهويل بالجروب وكل الامهات بلشت تخاف، يعني في شيء مانه طبيعي. ما عادت سند هي الجروبات، بالعكس صارت تنمر، يعني تنمر ما عرفانين على شو بدهم يتنمروا، وقت فاضي وعم ينتلى باحاديث عن جد كثير غلط، يعني لازم الواحد يسال الاختصاصي. تمام. أكيد. اختصاصي، والمفروض يكون في عنا وعي بهي القصه، ومثل ما قلتي تجربتي انا ما حتتعمم على كل الامهات وعلى كل الاطفال، ننتبه من هذا الموضوع. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا ولمعلوماتك القيمه. اكيد اهلا وسهلا. شكرا لك، يعني بنتمنى فعلا عوده امنه حتى للاطفال بالروضات، وبتوقع انه كثير عم بيديروا بالهم يعني كمان الروضات على الاطفال. وبالنهايه هذا الحل الامثل لكل امراه عامله، يعني نحن بنعرف من زملائنا. شكرا لوجودك معنا. عفوا، اهلا وسهلا. وهلا يا زينب حننتقل بهدف التعليم والتدريب. انهت الغرفه الفتيه في حلب مشروعها التقني والتكنولوجي بمشاركه 20 نيافي، عن تمكنوا من انشاء 8 شركات ناشئه تقدم خدمات التطبيقات وغيرها من الحلول الرقميه والتي تخدم كل المجالات في المجتمع السوري. التفاصيل مع زميلنا انس رمضان. من منطلق التعليم والتدريب، أنهت الغرفة الفتية في حلب مشروعها التقني والتكنولوجي ستارت أب سكول بمشاركة 20 يافعا من عمر 12 حتى 16 عاما، حيث تمكنوا من إنشاء 8 شركات ناشئة تقدم خدمات التطبيقات وغيرها من الحلول الرقمية والتي تخدم كل مجالات الحياة في المجتمع السوري. هو مهم المشروع لانه عم يستهدف فئه هي غير الفئات اللي نحن بنشتغل معها عاده، يعني عمر هن صغار ويافعين ولكن عندهم امل كثير كبير وطموح كثير كبير يقدروا يعملوه، فهي بيعمل المشروع فعلا هو نتيجه مميزه بتمنى يكون مستدام. بالنسبه لنا نحن عم نخلق نموذج او تجربه، بتمنى